أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الصحافة اليوم، القراءة والتحليل في أهم العناوين والمنشطات الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. وفي حلقة اليوم سنعلق ونقرأ ونحلل ما جاء في صحيفة روز اليوسف، ومعي الأستاذ محمد عبد الخالق الكاتب الصحفي بالجريدة. أهلا وسهلا. أهلا بكم، شرفنا دائما. سلام، ربنا يخليك، شكرا. أستاذ محمد، نبدأ مع حضرتك من الصفحة الأولى في روز اليوسف. قادة مصر يخرجون من هنا، الرئيس يصدر قرار بإنشاء أكاديمية تأهيل وتدريب الشباب، الدراسة على غرار أكاديمية فرنسا وتسع جهات تشرف عليها. تمام، يعني أكاديمية تأهيل الشباب، الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، دي كانت إحدى اقتراحات أو توصيات مؤتمر الشباب الأول الذي عقد في شرم الشيخ في أكتوبر 2016. والرئيس تابع تابع انشاء وتحقيق هذا الحلم على ارض الواقع، الى ان تم الانتهاء بالفعل من بناء المبنى الخاص بالاكاديميه في مدينه 6 اكتوبر على مساحه 10,000 فدان، ومن المقرر ان تبدا الدراسه فيها ان شاء الله في اكتوبر المقبل 2017. الاكاديميه تم تصميم المناهج او نظم الدراسه اللي هتتبع فيها على غرار التدريب الاكاديمي في المدرسه الوطنيه الفرنسيه للاداره، وبالاستعانه بخبرات دوليه وعالميه. طيب، ايه الجهات اللي هتشرف عليها او هتكون مشاركه في الاشراف على الدراسه؟ اولا تم تشكيل مجلس امناء لهذه الاكاديميه برئاسه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، ومن المقرر أن يضم مجلس الأمناء عضوين ممثلين للرئاسة وعضو ممثلا لوزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، والمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة لشخصيات عامة ذات خبرات في هذا المجال، في مجال التدريب والتثقيف. الأكاديمية دي هدفها إيه؟ هدفها إن إحنا يكون عندنا أجيال جديدة من الشباب مدربين ومؤهلين علميا على مستويات عالية، مستويات عالمية، تؤهلهم لتولي مناصب قيادية في المستقبل في الإدارة، سواء في الاقتصاد أو السياسة أو على المستوى الاجتماعي أو الأمني. دي هتكون مكملة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب؟ اعتقد ان البرنامج ده طريق وده طريق تاني. لا، انا شايفهم ان هما طريق واحد. هو البرنامج الرئاسي برضو للشباب كان هدفه الاول تخريج فئات قادره على تولي المناصب في المستقبل او القياده في المستقبل من الشباب، بس اعتقد ان الاكاديميه هي الشكل الرسمي المنظم لبرنامج التاهيل. طيب، خلينا نروح للصفحة الثالثة. إن شاء الله الرئيس يبحث مع الحكومة ملفات زيارة الصين وفيتنام. الرئيس زي ما شفناه من أول ما جه على الرئاسة هو بيزور العديد من الدول ومختلف الدول، سواء إفريقية أو أوروبية أو آسيوية. تمام، يعني الرئيس بيحاول إن هو يفتح مصر على جميع الجهات، شرق وغرب وشمال وجنوب، خاصة دولة الصين. يعني في علاقات متميزة وقوية بين مصر وبين الصين، دولة مهمة بالنسبة لمصر. بالضبط كده، والرئيس الصيني بالفعل زار مصر هنا مؤخرا، ويعني أجرى عدة لقاءات واتفاقات مع الرئيس السيسي والحكومة المصرية. الجديد المرة دي أن الرئيس السيسي هيسافر الأسبوع المقبل في زيارة للصين، وهي هتكون زيارة مهمة جدا، لأنها هيتم على أساسها متابعة ما تم الاتفاق عليه في زيارة الرئيس الصيني لمصر. علشان كده الرئيس قبل ما يسافر كان حريص ان هو يرتب خطة عمل الزيارة او البرنامج اللي هتقوم عليه الزيارة، فعلشان كده عقد اجتماع مع رئيس الوزراء ووزراء النقل والكهرباء والطاقة المتجددة والانتاج الحربي والاستثمار والتجارة، وزارة الانتاج الحربي والنهو، ورئيس المخابرات ورئيس هيئة قناة السويس. هيكون مع وفد وزاري، وغير كده الوزارات دي هي تقريبا الوزارات المعنية بالاتفاقات والمشاريع المشتركة بين مصر والصين. الرئيس حرص ان هو يقعد مع وزراء ويسمع من كل واحد فيهم تفاصيل ملف الوزارة بتاعته، ايه الاتفاقات اللي تم طرحها، ايه الاتفاقات اللي تم بالفعل التوقيع عليها والبدء في تنفيذها مع الصين، ووصلت لمرحلة ايه، وإيه الاتفاقات أو المجالات القابلة للتواصل والتعاون بين مصر والصين، علشان ده المفروض اللي هيطرح في زيارة الرئيس للصين المقبلة. الصين طبعا احنا عارفين انها داخلة في مشاريع في مصر هنا، سواء مشاريع خاصة بالطاقة أو مشاريع خاصة بالنقل والقطارات الكهربائية. طب الزيارة دي هتفرق في إيه بقى في زيادة الاستثمارات الصينية إلى مصر و
ممكن نستورد منهم حاجات بنحتاجها أكتر. طيب تمام، هي زيارة بس مش هتكون فائدتها التواصل وإجراء اتفاقات وعقد اتفاقات تجارية بين مصر والصين، مش هيكون هو ده بس الهدف منها، لا هو الهدف منها أنه هي تلبية لدعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي أنه هو يسافر يشارك في مؤتمر دول البريكس. دول البريكس هو تجمع دولي بيضم خمسة من يعني من كبريات الدول في العالم، هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. الدول دي اقتصاديا لو بصينا على الناتج الاقتصادي بتاعها هنلاقيه بيمثل 22% من الناتج من الدخل بتاع العالم كله، 22%، وعندها الاحتياطي النقدي بتاعها يعني بيزيد عن 4 تريليون دولار. الدول دي لما تعمل مؤتمر او تعمل اجتماع لطرح الاستثمارات، خاصة انها مهتمة بالتعاون مع الاقتصاديات الواعدة، الدول الاقتصاديات النامية اللي هي منها مصر، بالتأكيد هتكون في فرص كبيرة لتبادل الخبرات، في فرص كبيرة لإبرام اتفاقيات، للتبادل التجاري أو فتح أسواق للسياحة أو أسواق للتدريب وتبادل الخبرات في مجالات مختلفة. طيب عايز أسأل حضرتك عن زيارة الرئيس لفيتنام، يعني دي أول زيارة لرئيس مصري إلى دولة فيتنام. بالضبط، يعني هي زيارة يعني وصفت بالتاريخية لأنها أول زيارة لرئيس مصري لفيتنام. يعني الرئيس السيسي هيزور بعد ما ينتهي من زيارة الصين العاصمة هانوي الفيتنامية لاستكمال سياسته في الانفتاح على مختلف دول العالم. فيتنام في وفتح علاقات جديدة مع دولة فيتنام. بالضبط كده، بالتأكيد هيكون في مجالات للتعاون، في استخدام سياحة، في يعني دول شرق آسيا بتفضل جدا السياحة في مصر وبتيجي منهم أرقام كبيرة، فأعتقد أنها تكون دي بداية لفتح مجالات للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين. طيب خلينا نروح مع حضرتك للصفحة الرابعة، الفساد يشعل البرلمان ومطالبات بضرورة التعاون مع رجال الرقابة الإدارية وعودة المتابعة الشعبية. طيب يعني البرلمان كان في جلسة ناقش فيها القضية اللي شغلت الرأي العام كله مبارح، وهي القبض على السيدة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، يعني في قضية فساد وتلقي هدايا ورشاوى. يعني كان التعليق بتاع الجلسة كله منصب حوالين القضية دي، وإزاي إن في فساد موجود في المحليات يعني هو بصراحة مش في المحليات بس، هو كمان وصل إحنا شفنا وصل لوزراء ونواب وزراء ونواب محافظين. الهدف من الاجتماع أو الكلام كان بيدور على إن لازم يكون في دور كبير وأكبر من كده مدعوم من كل مؤسسات الدولة لهيئة الرقابة الإدارية. هيئة الرقابة الإدارية في الفترة الأخيرة قايمة بدور عظيم، شفنا يعني ليها خبطات قوية بشخصيات قوية ما كانش حد يتخيل خالص إن هم ممكن يكونوا متورطين في حاجات زي كده. فأعتقد إن الهيئة دي محتاجة دعم ومساعدة من جميع مؤسسات الدولة علشان تقدر تقوم بدورها على أكمل وجه. نواب البرلمان اتكلموا كمان عن إصدار قانون المحليات الجديد، اللي هم شايفين انه هينظم شويه اداره المحليات ويقلل من الفساد. طيب عايز اسال حضرتك بس في الخبر عوده المتابعه الشعبيه، يعني ايه عوده المتابعه الشعبيه؟ والله هو نائب حزب الوفد اتكلم في النقطه دي وقال ان لازم يبقى في متابعه شعبيه، يعني اعتقد هو يقصد بيها ان يبقى للشعب لكل مواطن في مكانه دور في انه يبلغ الجهات الرقابيه عن اي شبهه فساد شايفها، عن اي تصرفات خارج القانون شايفها، هو ده دورنا يعني الفردي اللي ممكن كل واحد يقوم بيه في اطار القانون برضه. بس عوده للحديث عن اصدار قانون الاداره المحليه، للاسف البرلمان ما كلمناش عن تفاصيل القانون، للاسف البرلمان لم يطرحه للمناقشه او ممكن ده يكون في الجلسات المقبله. اعتقد ان قانون زي ده يعني خاص بالاداره المحليه هو بيمس الشارع قوي، بيمس المواطن قوي، لان بيبقى في احتكاك مباشر بين المواطن وبين الادارات المحليه وفي المحافظات. فاعتقد انه كان المفروض يطرح يعني لنقاش مجتمعي، يبقى في يتلقى اقتراحات، هل هو بالفعل زي ما احنا كلنا بنقول هيدي فرصه اوسع للشباب في المحليات، هل هيستعين بخبرات كبيره. للاسف ما فيش يعني ملامح حتى عريضه للقانون تم طرحها، احنا محتاجين منهم، ربما تتضح في الجلسات المقبله. اتمنى ان احنا يعني نشوف الكلام ده علشان يبقى عندنا فرصه بس لمناقشته ومتابعته قبل ما يتم اقراره. طيب خلينا نروح مع حضرتك للصفحه الخامسه علشان وقتنا، 45 مشروعا على مائده شكري ونظيره البيلاروسي، ومصر تتطلع لدعم بيلاروسيا لاقامه منطقه تجاريه حره بين البلدين.
طيب هو يعني سيادة وزير الخارجية السيد سامح شكري عمل جولة من بدأت يوم الأحد وتنتهي يوم الثلاثاء، زار فيها ألمانيا ثم بيلاروسيا وهينهيها في رومانيا. يعني نقدر نقول عليها برضو أن هي جولة لمتابعة اتفاقيات وزيارات سابقة لرؤساء الدول تم يعني خلالها الاتفاق على مشروعات أو الاتفاق على مذكرات تفاهمية خاصة بالتبادل التجاري والاقتصادي بين الدول. بيلاروسيا الرئيس البيلاروسي جه زار مصر هنا في شهر يناير الماضي، وبالفعل كانت زيارة يعني ناجحة، وتم بعدها على طول بخمس شهور عقد اجتماع ثنائي بين الدولتين يعني على مستوى الوزراء. تم خلال هذا الاجتماع التوقيع على 45 اتفاقية متنوعة يعني خاصة بالمجالات، مشروعات زراعية وصناعية تجارية تكنولوجيا اتصالات ري سياحة. مذكرات التفاهم والاتفاقيات اللي تم توقيعها دي محتاجة متابعة، محتاجة نعرف هي وقفت فين، وصلت لفين، هل في معوقات بتعوق استكمالها. فهو ده اللي بيقوم بيه يعني وزير الخارجية دلوقتي في بيلاروسيا، بالإضافة لأنه سلم رئيس بيلاروسيا رسالة من الرئيس السيسي يعني بيحس فيها أو بيبدي فيها اهتمامه بزيادة العلاقات والتعاون أكتر مع دولة بيلاروسيا. وهو بصراحة يعني لقى ترحيب من الرئيس البيلاروسي اللي يعني استجاب وعبر عن رغبته في يعني تقوية العلاقات الاقتصادية مع مصر، وتبادل مع وزير الخارجية الحديث حول دور مصر في ليبيا وأزمة سوريا والمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل. بالضبط كده. طيب عايز أسأل حضرتك على إقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين. دي كانت من أكبر الاتفاقيات أو من أكبر الأهداف التجارية اللي تسعى ليها مصر إنها تعملها في يعني في مصر هنا، إن يكون في منطقة تجارية حرة لبيلاروسيا ومصر. بيلاروسيا دولة صناعية كبيرة وكمان تعتبر بوابة من بوابات على أوروبا الشرقية. هيتم لو قدرنا إن احنا نجيب منطقة تجارية حرة بيننا وبينهم، هتكون منطقة هتسهل التجارة بين مصر من ناحية وأفريقيا والشرق الأوسط، وبين أوروبا كلها من ناحية تانية من خلال بيلاروسيا. ده الهدف الأساسي. ده الهدف الأساسي من الزيارة والتعاون الاقتصادي، اللي هي إقامة منطقة تجارية حرة بين مصر وبيلاروسيا. واعتقد ان دي هتعود بفائده كبيره جدا على الاستثمارات في مصر. بالتاكيد احنا عندنا محور قناه السويس، المفروض ان هو يبقى كله هيسهل حاجات كتير. يعني احنا عايزين يبقى في مناطق تجاريه حره مع اكتر من دوله، مش دوله واحده يعني. هيسهل التجاره وهيبقى فعلا منطقه لوجستيه في الشرق الاوسط، يعني تنقل مصر نقله ثانيه ان شاء الله. طيب خلينا نروح مع حضرتك للصفحه السادسه لسرعه اصدار الموافقات. الصناعه تقرر تشكيل لجنه لمنح التراخيص برئاسه رئيس هيئه التنميه الصناعيه، وأول اجتماع للجنة سير وتسهيل الإجراءات المهمة الأولى. وزير التجارة والصناعة المهندس طارق أبيل أصدر قرار بتشكيل لجنة تكون متخصصة بمنح التراخيص للمنشآت الصناعية. ليه لجنة؟ علشان تبقى لجنة متخصصة لهذا الجانب تقوم بعمل بشكل سريع. التراخيص الصناعية. التراخيص للمنشآت الصناعية. منشآت صناعية. مصانع وشركات وغيرها. بالضبط. احنا الفترة دي في اللي بيتم فيها عمل إصلاح إداري وإصلاح اقتصادي في مصر، عندنا كان في تحدي كبير قوي قدامنا. أولا تسهيل مهمة المستثمر في استخراج أوراقه في أخذ التراخيص والتصريحات. من ضمن التراخيص والتصريحات هي إقامة المنشآت الصناعية. فعلشان ما نخشش في الدولاب الروتين والورق الكتير وفوت علينا بكرة، تم إصدار قرار بإنشاء هذه اللجنة. اللجنة دي من المقرر أن تعقد على الأقل مرة أسبوعيا، وإذا تطلب الأمر فيتم الدعوة لعقدها في مرتين أو أكتر يعني خلال أسبوع. أعتقد أن دي هتكون فرصة، لأن أي حد عايز يعمل منشأة صناعية، أي مستثمر أجنبي أو محلي عنده مصنع عنده منشأة صناعية عايز يقوم بيها، هيكون بسرعة ياخد التراخيص بتاعته والأوراق. بتضم عدد من الخبراء والمتخصصين في كل ما يتصل بهذه التراخيص، سواء الأمن الصناعي أو السلامة المهنية أو الجانب الطبي الأمني. كل الأمور المتعلقة بالأمن الصناعي وتراخيص المنشآت الصناعية ليها ممثلين في هذه اللجنة. طيب عايز اسال حضرتك عن الاجراءات، يعني هل اللجنه دي ممكن تسهل الاجراءات للراجل اللي عايز يفتح مصنع او شركه؟ بتسهل الاجراءات ولا
بيروح يخلص عندها الاجراءات على طول في مكان واحد. بالظبط، انا بقول لحضرتك يعني بدل ما كان بيلف في الروتين بتاعنا هيبقى مكان واحد، ومكان واحد سريع. كمان واحد بيعقد مره اسبوعيا او مرتين. ويقدر كمان رئيس اللجنه دي ان هو يطلع منها لجان فرعيه، يكلف احد اعضائها بتولي رئاسه لجنه فرعيه للبت في امر خاص، في امر سريع. بالتاكيد الاجراءات دي والنظام ده في العمل. يعني اللجنه دي انا كمستثمر هروح لها وهي تتواصل مع مثلا وزاره الكهرباء، تتواصل مع الميه، تتواصل مع المشاكل التانية الاخرى اللي انا عايز اخلصها عشان اقيم مصنع بتاعي. لا، هي ملهاش دعوه بالوزارات الاخرى. هو في حاجات اسمها مراعاه البيئه، بيئه الامن الصناعي، وفي السلامه المهنيه، وفي هتبقى مختصه بده، مختصه بهذه الامور. هذه الامور كانت بتحتاج انها تطلع تراخيص تقول ان المنشاه دي صالحه لانها تعمل. وده كان بياخد وقت كتير، وكان بيروح يلف على جهات متعدده. اللجنه دي هتبقى مكان واحد، هيسهل الاجراءات وهيسرع كمان الاداء للحصول على يعني التراخيص. يعني الهدف منها الاساسي هو التسهيل. بالظبط كده، بالظبط. ده الهدف، ان احنا نساعد المستثمرين سواء في انه ياخد ترخيص او ياخد تصريح. هم دول الحاجتين اللي كانوا بيعطلوا الاستثمار في مصر. دي ممكن تعود بايه بقى على الاستثمارات نفسها؟ هقول لحضرتك حاجه، المستثمرين ودول العالم كلها مراقبه وبصه على مصر وبتشوف ايه الاجراءات اللي بتتاخد اللي بتشجع الاستثمار. وهو ده اللي الدوله حريصه على انها تعمله، سواء على المستوى الاقتصادي، عمليه الاصلاح الاقتصادي اللي بتتم، عمليه وضع قانون ثابت للضرائب مثلا، وضع قانون ثابت لفض النزاعات بين المستثمر وبين الدولة لو حصل يعني لا قدر الله، اللي بتسهل دخول الاستثمار في مصر، بتذلل العقبات قدامه، بتوفر له اللجان والهيئات اللي بتساعده سريعا انه ينشئ المنشأة بتاعته سواء كانت تجارية او صناعية. كل الامور دي لما بتتم بالتأكيد بتكون عامل جذب اول صحيح وقوي للاستثمارات في مختلف دول العالم. طيب هسأل حضرتك، من مهام اللجنة دي يعني في بدايتي المشاكل والتراخيص والحاجات دي هي بتخلصها لي، ولا لو انا مثلا في عرقله في وسط المشروع ولا حاجه او في وسط المشروع ممكن الجا لها؟ لا، هي في البدايه خالص انت، هي اللجنه دي اللي بتديك ترخيص انك تقيم المنشاه الصناعيه، او انت اقمت المنشاه الصناعيه بتاعتك، هي بتديك ترخيص التشغيل ان المنشاه دي صالحه لانها تعمل بامان. فما الجا لهاش تاني خلاص كده، لا انتهى. بيبقى الترخيص بقى لو هيتجدد بقى بيبقى فيه متابعه دوريه. يعني هي بس المهمه الاساسيه ليها هو ان انا اخد الترخيص عشان اقيم المنشاه واقيم المصنع او الشركه بتاعتي. بالزبط. ولو في مشكله تانية بلجا بالوزاره المختصه او الجهه المختصه. بالزبط. وهي تزللها لي او تحلها لي. لكن ما فيش جهه معينه لو انا عندي مشكله في وسط المشروع ولا حاجه الجا لها؟ كل مشروع حسب التخصص بتاعه، حسب المجال اللي شغال فيه. انما الامور الخاصه بالتراخيص المنشاه، يعني ممكن تكون منشاه شغاله في مجال طبي ملهاش دعوه خالص بامور مثلا التموين. صحيح. فهكون ملهاش اي علاقه. تمام. بس في الاخر المنشاه دي بتاخد تصريحات من الامن الصناعي، بتاخد تصريحات من هيئه السلامه المهنيه. فهو ده اللي احنا لميناه في اللجنه دي علشان تخلص التصريحات دي بسرعه من غير تعطيل، وحتى لو هتتجدد كل سنه او كل سنتين يكون برضه من خلال اللجنه دي بشكل سريع طيب في الانجاز. خلينا نروح اخيرا للصفحه الرابعه، الحجاج المصريين بخير وزياده الحجيج بنسبه 20% عن العام الماضي والتضامن بدء التصعيد لعرفات غدا. طيب كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب وكل المشاهدين بخير ان شاء الله. السنه دي زياده نسبه عدد الحجاج المصريين اللي سافروا زادت بنسبه 20%، وعددهم وصل كلهم لحوالي 100,000 حاج السنه دي. وزير الاسكان هو رئيس بعثه الحج المصريه، كان عقد مؤتمر صحفي النهارده اطمن فيه على سير امور الحج والحجاج بانتظام. الحمد لله ما فيش مشاكل، في اتوبيسات تم توفيرها لنقل الحجاج لاماكن تسكنهم، نقلهم للأماكن المقدسة لإقامة الشعائر، تابع الحالة الصحية للحجاج. الحمد لله ما فيش أي مشاكل، هم 16 حالة بس من ضمن 100,000. بعضهم 16 حالة وفاة؟ لا، غير الوفاة في 16 حالة النهاردة كانوا في مستشفى النور. بعضهم حالات وفاة، حالات كسر في الرجل، حد واقع، تدافع، حاجات بسيطة يعني كلها الحمد لله. الوفاة تقريبا 12؟ الوفاة تقريبا كانت وصلت ل 12 أو 13 فرد. ومعظمهم من كبار السن. الحمد لله، هي كلها كان يعني أرقام قليلة جدا في الطبيعي. صحيح. ما فيش أي حاجة زايدة يعني، ومن المقرر أن يبدأ التصعيد بقى إن شاء الله لعرفات بداية من غد.
لحد ما ينتهي مع بداية يوم الخميس وقفة عرفة. كمان وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي أيضا في بعثة الحج، وكل يوم بيطلع يطمنا على حالة الحجاج المصريين ويقولوا إن هو الحجاج بخير. الحمد لله لحد دلوقتي الموسم ماشي بانتظام، في تنسيق قوي بين كل المسؤولين والمختصين في لجنة الحج في هناك، سواء على الجانب الأمني أو الجانب الاجتماعي التسكين أو الجانب الطبي كمان، يعني البعثة بتاعت وزارة الصحة وبعثة الداخلية كل بعثة بتقوم بدورها بشكل منتظم، ما فيش أي مشاكل الحمد لله لحد دلوقتي، ونتمنى أن الموسم ملاحظ أستاذ محمد أن في اهتمام كبير جدا بكل الحجاج مش المصريين فقط، في من المملكة العربية السعودية بتذلل كل العقبات قدامهم. بالتاكيد يعني ده دورهم الاول اللي بيقوموا بيه، وهناك احنا عارفين ان في وزاره خاصه بوزاره الحج في السعوديه، هي دورها انها مش بس ان هم بيعملوا توسعات ومش بس ان هم بيعملوا مشاريع تسهل زي مشاريع السعي اللي احنا شفناها الالكترونيه. لا والتوسعه التوسعه والمشاريع ان هم يعملوا سلام كهرباء، ان هم يعملوا ادوار للطواف حول الكعبه، كل ده عشان يقلل الزحام اللي بيزيد كل سنه عن السنه الثانيه، بالاضافه لان بتبقى فيه يعني مساعدات بقى على الارض خلال الموسم نفسه بتوفير كل ما يعني يحتاجه ضيوف الرحمن، ونتمنى ان الموسم يعدي على خير ان شاء الله وتكون ان شاء الله باذن الله. استاذ محمد عبد الخالق الكاتب الصحفي بجريده روز اليوسف، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك. شكرا وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. سلام سلام. مشاهدينا الكرام دي كانت حلقه النهارده في الصحافه اليوم، غدا باذن الله حلقه جديده، دمتم في امان الله.